الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نكون معا في درس مهم من دروس الحوزة العلمية ألا وهو درس الأصول طبعا اخترنا لكم ان تكون الماده التي نبتدئ بها ونحاول ان نسلط الضوء على هذا العلم من خلالها هو كتاب السيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه الحلقات الذي وضعه بصوره مرتبه لكي يخضع الطالب لمفردات علم الاصول ولهذا العلم بالتدريج شيئا فشيئا إلى أن يصبح قادرا على فهم هذا العلم وأن يكون عنده ملكه ويكون قادر على دخول السطوح العليا والذي يسميه يسمى في اصطلاح الحوزه بالبحث الخارج وهو مطلع على آراء علماء الأصول في هذه المسألة، ولكن باعتبار أن هذا العلم يحتاج إلى مقدمات خارجية ألا وهي أنه الإنسان يكون قد درس علم المنطق بعض الاوليات في علم المنطق بحيث يكون قادرا على فهم بعض العبارات التي يذكرها السيد والتي طرحها رحمه الله عليه لذلك ان شاء الله سوف نبتدئ بالحلقه الاولى ونحاول ان يكون درسنا باولا ان نوضح ما هو مراد المصنف وبيان الدرس بصوره اجماليه اولا ثم نطبق ما هو ما نحاول بيانه او ما ذكرنا الامور العامه عنه في الدرس حتى اذا كان عند الطالب بعض المفردات نحاول ان نبين كافه المفردات ان شاء الله من خلال تطبيق هذا الدرس فاذا اولا نبين الماده من خارج ثم نذكر فيها المفردات المهمه والعناصر المهمه فيها ثم بعد ذلك نطبق وفي الاخير نحاول ان نبين من خارج ما توصلنا اليه وما حصلناه في هذا الدرس حتى الطالب يسلط الضوء على هذه المفردات، اذا فهمها يعني معناه فهم الدرس. فنبتدئ بحول الله تبارك وتعالى في هذا الدرس ب بسم الله الرحمن الرحيم بالتعريف بعلم الاصول وكلمه تمهيديه. في هذه الكلمه السيد الشهيد يحاول ان يبين باعتبار ان الطالب الذي جاء ويريد أن يدرس هذا العلم، هو غير مطلع، لماذا أدرس علم الأصول؟ هل هناك فائدة من دراسة علم الأصول؟ ما هو علم الأصول؟ هذه كلها أمور تطرح على, على البال، فالإنسان قبل أن يدرس أي شيء لابد أن يتعرف على أنه لماذا أنا أدرس هذا العلم؟ وما هي فائدة هذا العلم؟ هل هناك فائده جهليه بحيث تستحق ان ابذل الجهد والعناء لاجل دراسه هذا العلم ام لا؟ طبعا كما تلاحظون ان الذي دخل في سلك الحوزه العلميه هناك بعض الدروس وبعض العلوم هي علوم مستقله. والبعض الاخر من العلوم والدروس هي علوم اليه مثلا درس علم المنطق المنطق يدرس لا لنفسه فقط بل يدرس لنفسه ولغيره يعني يسمى بالعلوم الاليه العلم الالي هو العلم الذي يكون اله لغيره يستفاد منه في غيره من العلوم كعلم المنطق كعلم النحو انا لماذا اتعلم انه حتى اقرا بصوره صحيحه حتى اقرا القران بصوره صحيحه حتى لا تكون عندي في اثناء الكلام مثلا بعض الخطا الفادح فلذلك احاول ان ادرس علم النحو حتى أصحح فهو من العلوم الآلية أيضا المنطق المنطق لماذا ادرس علم المنطق؟ باعتبار ان هذا العلم هو علم يصحح التفكير. يعلمني كيف افكر بصورة صحيحة. فهو لأنه التفكير يقع في نفس علم المنطق يعني انا افكر حينما ادرس هذا العلم وكذلك يقع في غيره انا ايضا حينما ادرس علم الاصول احتاج الى تفكير فاذا لم اكن قد درست المنطقه بصوره جيده فقطعا سوف اقع في بعض الامور وبعض التفكيرات الخاطئه مما يؤدي الى انه يكون هناك خطا في وصول هذا العلم لي. لذلك الاصول يعد من العلوم الاليه طبعا راح نبين هذه المساله السيد الشهيد في خلال التمهيد وفي خلال كلمته التمهيديه يبين لنا مساله وهي انه انا امنت بالله تبارك وتعالى هاي مقدمه اعتقاديه هل انت مؤمن؟ نعم انا مؤمن بالله تبارك وتعالى جيد الايمان بالله هناك مقدمات للايمان به مقدمات عقليه كيف امنت به باعتبار الادله التي دلت على وجود اله هذا الاله هو غفور رحيم حكيم من حكمته ارسل الرسل ليبينوا لي طريق الكمال يعني الغايه من الايمان بالله والايمان بالرسل هو اتباع الرسل باعتبار انه الله تبارك وتعالى اعطانا خريطه يعني انما خلق هذا الخلق لكي يتكامل زين كيف يتكامل؟ بعض الامور يستطيع الانسان الوصول اليها بعقله مثلا اعرف بان هذا ابيض، هذا مثلا رصاصي، هذا ازرق، هذا احمر، هذا اعرفه بالحواس، هذا حار هذا بارد جيد ولكن بعض الأمور أنا لا أستطيع أن أتعرف عليها بعقلي يعني لا أعلم كيف أشكر الله تبارك وتعالى كيف أشكر الله مثلا واحد عند الرئيس مالته يريد أن يشكر هذا الرئيس مالته فإذا به يأتي بورد ولكن الرئيس ظهر عنده حساسية من الورد فهو أراد أن يشكره فإذا به يؤذيه فإذا لابد أولا أن أتعرف إلى هذا الخالق أتعرف كيف أشكر الخالق بشكر الخالق أتكامل وجاءني النبي وقال لي الشكر عن طريق أنه تصلي لله وتتبع تعال. آمنوا وعملوا الصالحات كيف الإيمان؟ الإيمان باعتقاد بأن الله واحد أرسل الرسل هناك معاد هذا الإيمان الله عادل بعد النبوة عندنا إمامة وهناك ميعاد يؤخذ للمظلوم حقه من الظالم جيد الآن أنا أريد الوصول إلى الكمال كيف يمكنني الوصول إلى الكمال لا بد أن توجد عندي مقدمات للوصول بعض الأمور واضحة كما قلت لكم والبعض الآخر تحتاج إلى أن أتعرف على النص الذي جاءني من قبل الله تبارك وتعالى يعني حينما امنت بالله عن طريق العقل وامنت بالنبي عن طريق المعجزه والعقل وارتباطه بالغيب وحتم علي العقل بان اتبع هذا النبي فهنا لا بد ان اتبع النبي ولكن بعض الامور النبي يخبرني بها وانا استطيع ان اتبعها ولكن بعض الاخر لا استطيع أن أتبع لعدم لعدم وضوح هذه الأمور ومرات لا لبعدي عن النص ومرات لأني لأن المخاطب في في زمن النبي كان يمتلك من الثقافة والمعرفة باللغة ما لم أمتلكه أنا فلتكون واضحة عنده وغير واضحة عندي فإذا إذا كنت قد آمنت بالله تبارك وتعالى فينبغي علي أن أتبع فحينما أرى وأواجه بعض الأوامر الإلهية بعضها لا أستطيع أن أتوجه إليها ولا أستطيع أن أتعرف عليها فينبغي لي أن أستعين بآخرين فبعض الأحكام الشرعية التي تهدف لل... لوصولي إلى الكمال واضحة فبها ونعمة الحمد لله هناك بعض الروايات كلوا واشربوا ولا تسرفوا حرمنا عليكم كذا 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 ولكن هناك بعض الأمور أولا بعض الأمور جاءت جديدة حديث لم تكن في زمنه النص في زمن النبي صلى الله عليه وآله في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فلم يبينوها لي هناك بعض الأمور الناسخ والمنسوخ يعني إجانا حكم بعد ذلك الشارع نسخه فإذا أقرأ النص الأول فقد جانبت الحقيقة باعتبار أنه قد نسخ وإذا أخذت النص الثاني فإذا أحتاج إلى أهل الخبرة في أن يبينوا لي الطريقة للوصول إلى الكمال وإلى ما هو مراد مني في أي شيء في هذه الدنيا لذلك لا بد على هذا الأساس كان لا بد أن يوضع علم هذا العلم فائدته ما هي فائدته تبيين الأحكام الشرعية التي ينبغي على المكلف فهمها وأخذها كي يصل إلى مراد المولى، يصل إلى ما هو مطلوب منه بحسب الواقع لذلك وضع العلماء هو موضوع علم الفقه فعلم الفقه وهذا العلم اللي مختص بهذه الأمور بعض الأمور اللي تنظم حياتي العبادية تنظم حياتي العملية هذه تسمى بعلم الفقه يعني يجب مثلا أن يخمس الإنسان يجب أن يصلي الإنسان يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته قول أول: الصلاة والصوم والجهاد هذه أحكام عبادية، الثانية: هذه أحكام متعلقة تعاملية، يعني كيف أتعامل مع الطرف الآخر؟ فحينما يجب علي الإنفاق على الزوجة مثلا وعلى العيال يجب على المرأة أن تفعل فلان شيء وفلان شيء يجب على الرجل أن يفعل فلان شيء وفلان شيء إذا امتلكت هذا الكتاب فلا أحد يستطيع أخذه هذه أيضا أحكام من المسؤول عليها؟ مسؤول عليها هو حكم هو علم الفقه علم الفقه هو يبين لي هذه الاحكام بصوره واضحه لذلك فقهاؤنا ايدهم الله تبارك وتعالى يقومون بهذا العمل من خلال تخصصهم بالروايات بمصادر التشريع كما سياتينا عندنا القران عندنا السنه عندنا الاجماع والعقل كما سياتي توضيحه في محله فمن خلال هذه الادله ياتون بالدليل شيئا فشيئا وينظرون هل هناك معارض له وغ... الى ان يبينوا لي الاحكام الفقهيه سواء كان في جانب العباده او المعامله للمكلف بصوره واضحه بسيطه هذا ما يقوم عليه علم الفقه وهذه العمليه هي استنباط الحكم الشرعي يعني بذل الجهد عملية الاستنباط أو عملية الاجتهاد بذل الجهد والسعة في سبيل تحصيل حكم شرعي من خلال مصادره المعروفة وهذا التحديد تحديد مرتين عندي حكم شرعي عن طريق دليل شرعي اللي قسموه الفقهاء الموقف او الـ 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 النتيجه اللي راح تحصلها من الفقيه اما تكون حكما شرعيا او موقف عملي الحكم الشرعي يعني هو عباره يقول لي هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا مستحب هذا مكروه هذا يسمى حكم شرعي وكلاه اكو موقف عملي يعني انا لو رايت شيئا ما، ما يقول لي واجب ولا حرام، يقول لك كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام، فانطاق قاعده. شكيت انت بين الاولى والثانيه بالصلاه، كل شك في الثنائية مبطل، هذا انطاك ادله، انطاك احكام، قاعده عمليه. فاذا عندنا بعضها تعطيك ال الحكم الشرعي تعين الحكم الشرعي بعض الاحكام، والبعض الاخر لا، تعطيني الوظيفه العمليه تجاه هذا الحكم المشكوك، الاول نقول بانه هو الدليل الشرعي والادله المحرزه، والثاني هو الموقف العملي، متى يكون الموقف العملي؟ حينما افقد الدليل الشرعي. يعني إذا لم يكن عندك ماء فتيمم الماء هو الدليل الدليل المحرز الدليل الشرعي والتيمم هو الموقف العملي هذا كله يعطيني إياه الفقيه في علم الفقه وهذا كل ما يسمى باستنباط الحكم الشرعي وهذه التي يقوم عليها علم الفقه من خلال استنباط الاحكام الشرعيه يعتمدون على بعض المشتركات يعني هناك بعض الفقيه لما يوصل لهذا الحكم الشرعي يعتمد على عمليه مثلا في وجوب الصلاه يعتمد على شيء في وجوب الصوم ايضا يعتمد على قاعده نفس القاعده اللي اعتمد عليها في وجوب الصلاه اللي نسميها عناصر مشتركه في عمليه الاستنباط، يعني اشتركت هذه العناصر في وجوب الصلاه، اشتركت في وجوب الصوم، اشتركت في اثبات الملكيه، اشتركت هذه نسميها والتي في المصطلح هي عباره عن العناصر المشتركه العناصر المشتركة مشتركة يعني وقعت في الدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث اشتركت في هذه الأدلة حتى تبين للفقيه عملية الاستنباط الحكم الشرعي وبعدين يقدم للمكلف بصورة جاهزة فإذا من خلال العم... من خلال العناصر المشتركة التي وقعت في عملية الاستنباط يستطيع المكلف اي يستطيع المجتهد يستطيع الفقيه اثبات اما الحصول على دليل شرعي او على موقف عملي، دليل الشرعي يعني ادله محرزه والموقف العملي لا يعني اصل عملي يعني موقف تجاه هذا الحكم فمن خلال ذلك يتضح لنا بان اولا هناك فائده لنفس المجتهد هو استحصال الاحكام الشرعيه من مواردها وتبيينها للمكلف وهذه الاحكام الشرعيه على قسمين عندنا شيء مثل الماء بالنسبه للمصلي اللي هو الدليل المحرز وعندنا شيء اصل عملي ثاني اللي هو مثل التراب يعني تشبيه والا هو حتى التراب ايضا حكم شرعي ولكن حينما نفقد الماء يعني حينما نفقد الدليل والدليل المحرز نتوجه الى اي شيء الى الاصل العملي نعم نطبق بسم الله الرحمن الرحيم التعريف بعلم الاصول كلمه تمهيديه بعد أن آمن الإنسان هنا يبين السيد الشهيد رحمة الله عليه هذه مقدمة الأولى هي مقدمة عقلية يعني يقول أنت ما دمت قد آمنت بالله تبارك وتعالى فإذا الإيمان يشترط عليك أن تكامل الإيمان أن تعمل بعد أن آمن الإنسان بالله والاسلام والشريعه، امن بالله عن طريق العقل بالادله العقليه، والاسلام يعني امن بالدين الذي جاء به محمد بعد صلى الله عليه واله بعد الايمان بنبوته. والشريعه، الشريعه اللي هي عندنا شريعه واحده، الاسلام هو الذي يبين يعني اخر اخر حلقه من حلقه الاديان اللي هي تعتبر شريعه واحده. وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدًا لله تعالى عن امتثال أحكامه، إن المحب لمن أحب مطيع، أنت ما دامك عبد لله إذن ينبغي لك امتثال أوامره، بعد ان امن يقول يصبح ملزما ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياه والشريعه الاسلاميه، يعني انت ما دامك مؤمن بالله اذا ينبغي لك ان تاتمر بما امرك الله سواء كان في العبادات ام في المعاملات. وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة ما دامك مسلم إذا ينبغي لك أن تقوم بأعمال المسلمين ألا وهي الصلاة الصوم الحاج الزكاة ولا واحد يقول أنا مسلم ولا يصلي هذا خارج عن الإسلام واضح ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعتين زين الان عندنا وقا... هذه الواقعات او وقائع هذه الوقائع اللي تحددني تقول لي انت مسلم لو مو مسلم فاذا انا ينبغي لي ان التزم بهذه ال... 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 الواقعه ولو هنا مقدمه ثانيه ولو كانت احكام الشريعه في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة لكان تحديد لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد. هذه مقدمة استثنائيه، يقول لو كانت الاحكام الشرعيه واضحه لكان ما احتاج الى فقيه، لكان انا اخذ الدليل واتوكل على الله واطيعه، ولكن التالي باطل فالمقدم مثله، هذا مقدمه منطقيه انه ولكن الاحكام الشرعيه في كل واقعه ليست واضحه، فلذلك الاجتهاد واخذ الحكم الفقهي من الدليل ليس ميسورا لكل احد بل خاص ببعض الفئات الذين تجشموا عناء الاجتهاد في سبيل تحصيل هذا الموقف ولم احتاج الى بحث علمي ودراسه واسعه ولكن هنا يبين لماذا هذه الاحكام عبر ادلتها غير واضحه ولكن عوامل عديده منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع باعتبار النبي صلى الله عليه واله كان قبل 14 قرن في ذلك الوقت كان المخاطب يفهم من النبي ما لم نفهمه ما لا نفهمه نحن في هذا الوقت. ادت الى عدم وضوح عدد كبير من احكام الشريعه واكتنافها بالغموض. طبعا هذا واحد من يتولى عندنا بعض مثلا الدس والكذب على حديث النبي صلى الله عليه واله، بعض الامور اندثار بعض الروايات والاحكام الشرعيه التي كانت موجوده. مثلا حينما جاء المغول وغيرهم وحرقوا التراث الاسلامي هذا ايضا حصلت هناك مصيبه فاذن هناك عده عوامل منها يقول هذا العامل يبعدنا عن عصر النص وعلى هذه المقدمه الثالثه وعلى هذا الاساس يعني هذه نتيجه المقدمات كان من الضروري ان يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعه في كل واقعه بإقامه الدليل على تعيينه، زين ما هو هذا العلم؟ يقول: وهكذا كان فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمه، يعني اذا هذه من خلال هذه المقدمات بصوره عقلائيه احتجنا الى علم الفقه، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعه تحديدا استدلاليا. والفقيه في علم الفقه يمارس اقامه الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من احداث الحياه. وظيفه الفقيه هو استنباط الأحكام الشرعية في كل واقع الأمور المستجدة في الأمور التي حصلت حديثا وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي جيد إذا صار عندنا تعريف ما هو تعريف استنباط الحكم الشرعي هو هذا الذي قلنا إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة ولاجل هذا يمكن القول بان علم الفقه هو علم استنباط الاحكام الشرعيه اذا صار عندنا تعريف استنباط الحكم الشرعي وتعريف علم الفقه او علم عمليه الاستنباط بتعبير اخر جيد بعد ذلك يبين السيد الشهيد هذه المساله يقول انه الموقف العملي مره ينطيني مي ومره لا على التراب المي هو دليل محرز والتراب هو اصل عملي موقف عملي في الاحكام المشكوكه يقول وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه باسلوبين احدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي هذا نسميه دليل محرز والاخر تحديد الوظيفه العمليه تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه، يعني بعد ان لا يوجد عندي اي دليل للوصول الى الواقع ماكو عندي استحكام الشك يعني 50% و50% هذا المنطق اخذناه. شك يعني 50% ما عندي ترجيح طرف على طرف اخر. والادله التي تستعمل في الاسلوب الاول يعني في الدليل المحرز اللي هو احدهما تحديد تحديده بتعيين الحكم الشرعي نسميها بالادله او الادله المحرزه اذ يحرز بها الحكم الشرعي جيد والادله التي تستعمل في الاسلوب الثاني تسمى بالادله العمليه او الاصول العمليه يعني هذا الدليل اللي ما ينطيك حكم شرعي، فقط يعين وظيفتك العمليه لاستحكام الشك. وفي كلا الاسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، سواء كان في الدليل المحرز ام في الاصل العملي. اي يحدد الموقف العملي تجاهه بالدليل. طبعا الاصل العملي مو معنى ذلك انه بكيفه، لا، ايضا دليل. ولكن هذا الدليل دليل عام، يعني عندنا دليل على وجوب الصلاة مثلا، وعندنا دليل على بصورة عامة كل شيء لك طاهر. ها كما سيأتينا إن شاء الله في البحث. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة يقول هذه العمليات سواء كان في الأدلة المحرزة أو في الأصل العملي هذه كلها أكو بها عناصر مشتركة سواء كان في وجوب الصلاة وجوب الحج وجوب الزكاة طهارة الشيء هذه بها عناصر مشتركة تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه فكان علم الأصول يعني كل هذه المقدمة بيّن لنا السيد الشهيد رحمة الله عليه بهذا أسلوبه أسلوب اللطيف أنه لماذا نحتاج إلى علم الاصول فهنا من خلال هذا الدرس تبين لنا اولا سر الحاجه الى علم الفقه وايضا قسم لنا وشرح لنا عملية استنباط الحكم الشرعي وبيّن لنا عملية ما هو الفقه علم الفقه ثم قسم علم الفقه إلى الأدلة المحرزة والأصول العملية بعد ذلك بيّن أنه في خلال هذه الأصول والأدلة التي تبين لنا خ... بيّنتها الأد... الأدلة التي استخدمها الفقيه لبيان الأحكام الشرعية عندنا هي فيها عناصر مشتركة تقع في الاستنباط سواء كان في الدليل المحرز أو الأصل العملي في تشترك في كل الأدلة هذا ما يسمى بعلم الأصول حتى يكون الفقيه مسيطر وتكون قواعده صحيحة والأحكام الشرعية التي يوصلها صحيحة لا بد من قيام علم هذا العلم شنو؟ مختص بهذه الامور المشتركه، ماذا اسميناه؟ اسميناه علم الاصول، فاذا علم الاصول هو مثل المنطق بالنسبه لجميع العلوم فهو منطق علم الفقه، من دون علم الاصول قد تقع عمليه الاستنباط الفقهي في مشكلتين، فاذا ننتهي من هذا الدرس ونصل الى هذه الثمره ان هناك عناصر مشتركه يستخدمها الفقيه لاستنباط الاحكام الشرعيه هذه تكون في كل دليل هذا ما يسمى اصطلاحا بعلم الاصول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلِّ على محمد وآل محمد